سلام عليكم. ما كنت تمشوا معنا فيديو عربية بتدوس حاجات كتير، مثلا بتلاقيها بتدوس هتدوس قطة، وهتدوس أكلات كتير، وتدوس بسكوت، وهتدوس وقت حلويات قدامكم. جاي نبدأ الفيديو، عاوزك تشترك في القناة، نصل إلى 1000 مشترك وضغط لايك. نصل إلى أكبر عدد من اللايكات، ويلا نبدأ الفيديو. بعدين الفيديو كسر الصحن، داس البسكوت، شوف صوته عامل ازاي، الولد بتاخد الطماطم بالشموع الشمع، يرجع العربية لورا ازاي. سبحان الله. كوب كوب فعصر دي منبه، يعني مش حرام ان انت بتعمل كده، دي كلب لعبة مش حقيقي طبعا. ده حاجة قالب كوب جامد، الطوب ده بص على العربية فرتكت، دي لعبة أطفال، طب مش حرام ان انت بتكسرها دي كلها. دي برضه بتاع جوز هيك بيبسي، دي كانت فارقة ده، بس شايف العربية أربعة شايل العربية فرجعوا، أول ما نزل عطوا فرجعوا، بس رجع من التصوير والإدارة فرجعوا ازاي. واو السلايم ده ولا ايه؟ مكرونة بعصا ازاي؟ دي شمعة، دي جيلاتي، ارتكوا ارتكوا مش عارف دي ايه، سوداني بص ارتكنه مباشر، ولعات رجعت ولعات، عارف الناس فوقيها بص فعصتها فعصتها يا فندم. دي اللعبة مش عارف اسمها ايه، دي لعبة تلعبها كده مش حرام حتى انت بتعملها دي كلها، دي بتاع الجيلات البسكوت، دي ولعات الناس عليها ولعت، ده عصير مش جوا تقريبا شوكولاتة، ودي مصاصة فرجعها ازاي، يعني مش حرام حتى انت بتعملها دي كلها. جيلاتي بص، بس اهم حاجة ايه ينضف بيها بعد ما يعمل التجارة دي كلها، ايه ينضف مكانها. دي بسكوت لعبة فتاكة، دي القطة بس مستحيل برضه ايه مش هيدوسها، مش هيدوسها مستحيل مستحيل هو يدوسها برضه، بص مستحيل يدوسها برضه مستحيل، بص عامل عليها على دي دولونة، جوها بتاع كده بتاع دي بنحط في المية ويكبر بتاع ده، مش عارف ايه دي بقى، دي برضه دي نفس زي التاني بس دي كتلة كبيرة، دي قناع قناع، دي برضه بسكوت، ده عصير، يعني مش حرام حتى بتعمل كده، بس فتاك تلاقي العربية دي كبيرة، دي اندومي نعم كل نظارة فتاكة، النظارة النظارة فتاكة، دي برضه بسكوت بتاع الجيلاتي، دي وجبة وجبة اندومي، عارف دي سلايم ولا ايه، دي حبوب مصاصة فرتك، مصاصة فرتك على طول، اه عارف مش عارف كعبات ملح دي وتلقاها تلج، نضارة بس أكتر حاجة بيجيبها هي نضارات وسلايم، ده أكتر حاجة هي في الفيديو ده. بسكوت أنا مش حرام ده كله مش حرام، دي بسلة، دي اناناس اناناس، ايه دي بقى، دي نوع من الطعام، دي نوع من انواع الطعام مختلف، فرتكات عارف فرتكاته على طول. بنخش في الفيديو، اشتراك نصل الى 1000 مشترك، واضغط لايك نصل الى اكبر عدد اللايكات، ومعكم محمد ومع السلامه.